لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ قريب بذات الصدور ألا يعلم ما خلق الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيد العام المحترم أيها الشرفاء السلام عليكم ورحمة الله بأمر من سيدنا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره. تتشرف هذه اللجنة الملكية بتسليمكم هذه الهبة الملكية الكريمة لإحياء الذكرى 24 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله وتراه طالبين منكم إحياءها كعادتكم في جو مليء بتلاوة القرآن والصلاة على البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الدعاء لصاحب الذكرى جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طيب الله وتراه بالمغفرة والرضوان وجنات النعيم ولأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره بالنصر والتمكين وللأمة المغربية بالعيش في رغد وطمأنينة وتقدم وازدهار في ظل العرش العلوي المجيد والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله بسم الله الله يسلمك. جرت العادة أنه كل سنة في مثل هذا التاريخ الزاوية العجوية تحتفلوا بذكرى وفاة المرحوم المغفور له الحسن الثاني طيب الله فرح. وكالعادة سنحاول أن نقوم بهذه المهمة على أحسن حال ونتمنى للمرحوم الغفران والثواب وسنقوم إن شاء الله بتلاوة الصور من القرآن الكريم والدعاء له بالثواب والمغفرة. أنا في الضريح سيد أحمد بن عجيبة المناسبة هو توزيع الهبة الملكية على الشرفاء والطلبة الذين لإحياء ذكرى وفاة المرحوم أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. والحمد لله الشرفة تسلموا هذه الهبة وقرينا القرآن الكريم ترحما على المرحوم والدعاء مع المرحوم ومع الملكين الجليلين يعني أمير المؤمنين الحسن الثاني وأمير المؤمنين يعني مولانا محمد الخامس. وكما رفعنا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بالنصر والتمكين والحفظ لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره وتمت الأجواء روحانية ولله الحمد والشكر نحمد الله على ذلك. وإن شاء الله هذه الهبة الملكية كنحيو بها الذكرى لوفاة مولانا أمير المؤمنين الحسن الثاني إن شاء الله التي تحل بنا بالأمة الإسلامية وبهذا الوطن اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني وسيصادف إن شاء الله هذا اليوم يوم الجمعة إن شاء الله وبهذا المكان الضارع سيد أحمد بن عجيبة كي يجتمعوا الطلبة والفقهاء وأهل الفضل ونقرأوا القرآن الكريم ونرفعوا الدعاء دعوات مع المرحوم ومع الملك الجليلين الحسن الثاني ومولانا الحسن الثاني محمد الخامس وبالنصر والتمكين لمولانا أمير المؤمنين والأسرة الملكية الشريفة إن شاء الله. آمين. تفتنا بعده. آمين. اللهم يا ربي أنزل عليه شآبيب الرحمة والرضوان. آمين. اللهم يا ربي أنسه في قبره ملائكة الرحمة. آمين. اللهم يا ربي اجعل قبره روضة من رياض الجنة. آمين. اللهم يا ربي اجعل روحه مع أرواح الأنبياء والشهداء والصالحين. آمين. كما نسألك. آمين. اللهم يا ربي حقق مطامحه وأمله. آمين. كما نسألك بأن تقر عينا وبولي عهد مولاي الحسن. آمين. اللهم أنبت نباتا حسنا. آمين. اللهم أزرعه بسلوه الماء الرشيد. آمين. وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. آمين. واغفر يا ربي لجميع